سمين الشام على خدك وحلاوة العسل من شهدك، اسم الله قمر يا ما شاء الله عليك يا قمر، يا قمرنا يا منور من قدك قدك ميس ميس قدك قدك ميس يا سمر مار. يوه ابن عم انت هو؟ خليك يا عم ترقصي ان شاء الله ما تبلع الرقصة. يوه ابن عمي انت هو من زمان؟ تعرفي انه رقصتك حلوة بالسيف. عن جد ابن عمي؟ عجبتك رقصتي بالسيف؟ كتير. ابن عمي مو عادني تحكي لي قصة جدك عياش الله يرحمه، وقصة سيفه وقصة خنجره وقصة عصايته وحجره كمان. لك هي قصة طويلة خلصينا منها. لك طويلة القصة. شو علي ابن عمي قاعدين عم نتسلى الله يخليك. طيب راح هي وأمري لله. هذا يا مرحومة البي كان جدي عياش رحمة الله عليه عقيد الحارة من زمان 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 كتير. ايه. وبيوم من ذات الأيام مر بهالحارة عساكر السلطان، هدول كانوا يسموه الإنكشارية، وهدول كانوا زهران كتير، ولما مرقوا ناح القهوة صادفوا حرمة قام صاروا يضايقوها ويحرقشوها ويسمعوها كلام شروي غروي. يوه ويا على عيونهم، يخرب بيتهم من حالهم الله لا يوفقهم. أم راحي صاحت لك هذاك الصوت ولي ليه الله لا يوفقك الله يوفقك الله لا يوفقك. وشلفهم بالحجر صابتني هذاك شاف شوفي أرض لحقوا جدي شلفوا بالخنجر إجا بنص ظهره وصل للوالي واشتكى لجدي. ضلوا يلاحوا جدي عياش ويدوروا عليه شي ست شهور. قام وصى قبل ما يمسكوا بسيفه وبدرسه وبخنجره وبعصايته للعقيد اللي بده يستلم بعده، بس هو بشروط. شو الشروط ابن عمي؟ اول شرط انه العقيد اللي بده يستلم بعده انه يكون صاحب نخوه وشرف وقبطاي وكل الحاره تشهد له بهالشيء. وثاني شرط ابن عمي؟ ثاني شرط انه يحمل الحجر اللي حمله جدي عياش ويمشي فيه 10 فشخات ويزده على شرط يجي على بعد 4 فشخات، لانه جدي لما هجم على العسكر هجم هيك، بعدين لما لقطوه عذبوه عذبوه وخوزقوه لحتى مات. يا لطيف والله الزنزل بدني. وصار هيك بعدين منها كل واحد بده يستلم عقيد تكون فيها الشروط ويمرق بهالامتحان. ابن عمي هلا انت لما صرت عقيد عملت هالامتحان؟ لك شلون لك، كنا 3 مطايات وشهدت لنا الحاره كلياتها بالنخوه والشهامه والشرف. اول واحد ابو فخر اللحى، الثاني ابن عمو المختار ابو وضاح، هدول عيلته هاجروا الحاره من زمان لانه قتلوا ابن ابو رضا المبيت، والثالث العبد لله. وقتها اجى المختار ابو وضاح اعطاني سلاحات جدي، السيف والترس والخنجر والعصاي. وتاني يوم من وش الصبح رحت على سوق النحاسين كتبوا اسمي عليهم، لانه لازم كل واحد بده يصير عقيد يكتبوا له اسمه على كل قطعه منها. وهيك صرت العقيد السابع بعد جدي رحمه الله عليه. مين؟ ابو ادم. انت بنت الحرام شو بدي ساوي؟ بما لي غير اذبح واهرب. حسين تفضل عقيد. يلا يلا لك انت ما بدك تصير بني ادم لك تحسين. احكي. ما في شيء عقيد. ليش ماسك خنجرك؟ خايف من شيء؟ أنا ما بخاف غير من اللي خلقني عقيد. تحسين
ليكون عامل لك شي عامله انت وصاحبك اللي اجى على الخان امبارح سال عنك. لا عقيد ما في هيك شي بنوب. اذا في شي احكي لي، انا ابن عمك بمقام اخوك الكبير، اذا حدا عم يضايقك قل لي. الله وكيلك يا عقيد ما في هيك شي بنوب. هذا السلم ليش حاطه على حيط بنت ابن عمك؟ لا عقيد ما في شي، بس كنت عم بركب جلايل بالأوضة، أنا طلعته وحطيته هون. ايمو ابن عمي ايمو، عود لشوف. صحيت ولا لساتك سكران؟ لا كنت سكران عقيد. شو اللي سويته امبارح؟ شو سويت؟ شو سويت؟ لك أنا ما حبيت حكيك قدام الزباين بالخان. لك يا منظوم، طول عمر الناس ما قدرت تجيب معدلنا بكلمة. فجر اللي بيجيب معدل بكلمة واحدة عاطلة، قسم بالله لا أشخط وشخط. لك قبل ما تتمرجر ونظف حالك. بعدين قل لي لشوف، هذا اللي إجا على الخان امبارح وسأل عنك شو قصته؟ ليه بتعرفه؟ هذا شاب آدمي عقيد، تعرفت عليه بالكركون يوم اللي اتخانقت مع الزبون الحلبي وانحبست. آدمي وتعرفت عليه بالكركون؟ وهو اللي علمك السكر والعربدة؟ هذا ما بيشرب عقيد. لكان وين كنت عم تدور على السم الهاري وجاييني عم تتوطح يمين وشمال؟ عقيد أنا ما كنت شربان، كل القصة إنه كان راسي عم يجعني شوية. اسمع، هي آخر مرة، ها، لأنك زودتها وزودتها كتير، طفح الكيل، عم تفهمني؟ لك أهل الحارة صار يكرهوكم، ما حدا طايق منهم، ويا خوفي بكرة يكرهونا من وراك. اي طول عمر أهل الحارة بيكرهوني، وش كان بريحك عقيد؟ بترك الخان وبمشي بلا بوجهة. اسمعني منيح، قصة الورتة وما ورتة سبق وقلت لك إنه أبوك الله يرحمه أخذ حقه على دوز بارة، بقى لا تحكي بي القصة لأنه وصلني إنك داير فيها من محل لمحل. أي نقص لساني عقيد إذا فتحت تمي بحرف؟ لا لا عم تحكي، واللي قالوا لي ما بيكذبوه وما له المصلح يكذبوه. إيه بس أمي قالت لي. لا جيب سيرة أمك بقصة حق أبوك، لأنه في شهود ومن أهل الحارة وبيشهدوا على اللي صار. يلا ابن عمي يلا، غير واعيك والحقني. روحي صبوحة شوفي مين. حاضر يا ابي. تفضل. يسلموا. اهلا خالو. مين؟ خالي ابو قعود وخالي ابو دياب يا ابي. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالعقيد. اهلا سهر. اهلين ابو دياب. اهلين عقيد، والله شرفتوا. اهلين اختي، الله يرضى عليك. يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا، شرفتوا. الله يرضى عليك. نجوحه، تعي تعي. تفضلوا. كيفك سهر؟ شو اخبارك؟ يا ميت اهلا وسهلا، الله يخلي لي اياك يا رب. عميلك الجاهز. يلا يلا تفضلوا، الله يسوق. يلا اهلا وسهلا. شو سهر ليش معذب حالك؟ لا 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 لا، تكون معتبرنا غربة ولا نحن ضيوف؟ لك انتوا احلى ضيوف بالعالم كله. شري اهلا سهر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضل ابو دياب. هاتي يا ماما. يلا يلا. شو هاد اختي، شو هالخير كله؟ الله يجعله عامر، الله يجعله عامر يا رب. اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا. ايه سهر ما قلت لي؟ الله. شو بموضوع الورثه؟ والله يا ابو قعود انا مو من حقي احكي بهالموضوع بنوب. لا سهري من حقك، مرتك لها حق بالبيت وبالبوايك اللي بالميدان، ونحنا بنصفي الورثه وكل واحد ياخذ حقه. ايه شو عليه حق؟ حق عفاف رح تاخده مصاري، والبيت مثل ما بتعرف كلياتنا ساكنينه، والبوايك نحنا الاربعه عم نشتغل فيه. ابو قعود اجل لي هالموضوع لبعدين. قول. رح اكل سهري، رح اكل. يا سهري. ليكون مالك خاطر نعطي عفاف مصاري بدل حصتها؟ لا يا ابو دياب لا، يا عيب الشوم، هي ما حبيتها منك بنوب. اخي مشان تطمنوا انا راح احكي بالنيابه عن عفاف. عفاف ما بدنا منكم شي بنوب، نحن اللي عنا مكفينا، ورب العالمين سبحانه وتعالى طامرنا بخير وطمر. بس يا ابو دياب انا عم بحكي. امرك اخي، بس قلت لحالي يعني بركض عن صهري أبو أدهم عنده رأي تاني أو رايد يشاركنا بالبيت وبالبوايك. الله يسامحك يا أبو دياب، هي ما حبيتها منك بنوب. تفضلوا أكيد.
بس نحن عنا لك عفاف والله كافينا من نحيمه. ابن عمي هذا حق والحق ما بيزعل. ما اختلفنا، بس كأنه أخواتك ما لهم خاطر أن يكون لك حصة بالبوايك والبيت، وأنا بشوف أنه معهم حق. الجماعة أخوة وبدون يشتغلوا مع بعضهم، ما بدون حدا براني يدخل بيناتهم، وهذا حقهم. إلا كان يعطوني حق حصتي مصاري. أنا حسيت من كلام أخوك يا أبو قاعود أنه الجماعة متدينة شوي، ونحن والحمد لله لك عفاف، الله ما نعم علينا. بدك رأيي؟ فوتي حقك لأخواتك وسامحيهم، هيك بتكسبي مودتهم ومودة أولادهم، وبترفعي راسي قدامهم وقدام كل أهل الحارة. يعني ابن عمي أنت إلك خاطر أني فوت حقي؟ شوفي عفاف، أنا ما بحط خطيتك برقبتي وبفرض عليك أنك ما تاخدي حقك، بس أنت وازنيها بعقلك، إذا أنت تنازلتي لهم رح يلاقوها حلوة كتير منك. تقبر قلبي يا حق، طول عمرك شهم وقبضات نفسك عفيفة. لك ما حدا أخذ منها شيء إلا عمله وذكره الطيب، ويكون بصحته وعافيته هو وعياله، ويكون هن رضيانين عليه وهو رضيان عليه. وانت ابن عمي رضيان علي؟ لك أنا رب العالمين رضيان علي لأنه جمعني فيك. انت بتعرف شيء اللي مش هنلفلف الموضوع على ستر وسلامة؟ جماعة الكراكون اجوا لهون بدهم اياك ومرضي سلمك، وانت بتعرف ليش؟ بعرف عديد، لأنه ما بهون عليك إنه نحب الظلم. مو بس مشان هيك، نحن يا تحسين بهالحارة من مئات السنين وما حدا قدر يجيب معدلنا بكلمة، ولا بحياته واحد من بيت عياش راح الكراكون مشان سرقة. عم تفهم منين؟ مشان هيك مستعد ادفع اللي فوقي وتحتي ولا يطلع علينا هيك صيت. ده يا عقيد كل شيء إلا السرقة. وين قلت لي بدك تروح؟ رايح اشتري شوية دواعي. روح الله معك، لا تتأخر. وينك؟ لا تمرق قدام الكراكون بمسكوكة. أمرك عقيد.